نجدد التحية مشاهدينا في كل مكان، ونصبح على حضراتكم مرة تانية. وموعدنا مع الشعر، الشعر فن العربية الأول بلا منازع، يعني ثقافتنا وحضارتنا العربية. إذا كان لكل حضارة فن يميزها، فما يميز حضارة العرب هو ديوان العرب الشعر، فن العربية الأول. إحنا أمة شاعرة في المقام الأول. زمان لما كان بيولد في أي قبيلة شاعر، كانت تقام زي ما بيقولوا الولائم والأفراح. فالمساحة الآن مع الشعر، ومع شاعر مصري هو أستاذ وناقد أدبي وشاعر، يعني فاز بجائزة أمير الشعراء الإماراتية، وهي جائزة مشهورة جدا، مسابقة للشعراء، فاز في موسمها الخامس، واستطاع أن يضع بصمته الخاصة من خلال مجموعة من الدواوين والمشاركات الشعرية. كتب ديوانه الأول وأنا وحدي، ولد يكتب بالنجوم، لاقط التوت، ومتورط في الياسمين. احنا هنتورط معاه دلوقتي في الشعر الجميل المختلف، ومعانا الدكتور علاء جانب، الشاعر وأستاذ الأدب والنقد بجامعة الأزهر، ونجم أمير الشعراء. نورنا يا فندم وشرفنا. اهلا اهلا بيك. صباح الخير. صباح الياسمين. صباح الخير وعلى جميع الساده المشاهدين، وصباح الخير عليك. صباح الخير، اهلا بحضرتك والف مبروك طبعا الجائزه. الله يبارك. و يعني اكتب ما يستحق البقاء، كلمه توقفت عندها الحقيقه، يعني وجهه نظري يمكن اصبحت مختلفه في وقت ان احنا كان يمكن في معرض الكتاب الاخير كان كل الناس، وشفت على وسائل التواصل مختلفه اللي كانت فيه. انا ما رضيتش اوصفه الحقيقه، لكن ان هو كان كل الناس بتتريق له مين ما عملش السنه دي كتاب. فانشر ما يستحق البقاء. شايف ان اللي بيتم نشره حاليا لا يستحق الوجود؟ والله طبعا لو ما نقدرش نعمم المساله، لانه في ناس بالتأكيد اكيد بتنشر كلام كويس، ودايما بيبقى البضاعه المعروضه بيبقى فيها الجيد وفيها الرديء. السلعه الجيده بتفرض نفسها وبتفضل مستمره. الموضات اللي هي بتطلع زي الفقاقيع دي بتاعت الميه دي بتاخد وقتها وبعدين بتنتهي، لان هي بتبقى موضه. للأسف الشديد احنا في مشكلة عندنا في التلقي بس اليومين دول، انه الناس اللي بتسقف للمنتج مش عارفة الأصول بتاعته. يعني لو حد حضرتك رايح يشتري ذهب، او معاك حتة حديدة كده انت مش عارفة اذا كان الذهب ولا نحاس، والدنيا كلها قالت لك عليها ذهب، ورحت للجوهرجي عشان تبيعيها قال لك دي نحاس، هتاخدي برأي مين؟ بالتأكيد المتخصص. رأي المتخصص. فمعظم اللي بيسقف دلوقتي للكلام اللي موجود شباب ما عندهمش فكرة عن أدوات الشعر، ولا عن الأسس اللي بيتكتب بناء عليها. سيبك حتى من اللغة والنحو والصرف والكلام، الشعر ليه مقاييس زيه زي أي فن في الدنيا، زيه زي الطرب، زيه زي الكورة، زيه زي أي حاجة في الدنيا لها مقاييس وقواعد. لما بتتكتب حاجة تافهة ملهاش علاقة بالمقاييس بتاعت الشعر، ولاقي الناس في هجمه شديده عليها جدا في الشراء وفي الاعلام، معمول لها بروباجندا كبيره جدا ودعايه. فانا بصراحه شيء مرعب يعني. طب هو جمهور الشعر بخير يا دكتور علاء؟ يعني في الامسيات الشعريه او الندوات، لما حضرتك تقدم ندوه في اي مكان، ثقافي، اي ملتقى، مجلس الاعلى، اي مكان، يعني بيبقى في ندوات شعريه، جمهور الشعر بخير؟ يعني مؤخرا في الملتقى الدولي للشعر، انت استاذ محمد، انت يعني مثقف ومتابع، وانت ابن شاعر كبير يعني، ابن شاعر كبير استاذنا الدكتور عبده بدوي يعني. طبعا لو اتكلمت علي انا شخصيا، فانا جمهوري بخير يعني. انا لما بروح، يمكن بس مش ده ما بيعتمدش علي انا شخصيا يعني، وانما بيعتمد لاني خدت فرصتي في الاعلام بعد فوزي بجائزة امير الشعراء، فبقيت اسم الى حد ما معروف يعني. فبقى لما بعلن عن امسيه او ندوه القاعه بتبقى مليانه. جميل. وفي ناس بتبقى واقفه، لكن في شعراء ممكن يكونوا احسن مني كمان، ما عندهمش الفرصه دي. لما بيعلنوا ما حدش بيعرفهم، فطبيعي ما حدش بيروح، لانه ما عليهمش. الجانب الاعلامي مهم، او جانب الترويج للشعر بالظبط كده، جانب ان انت تحط الشاعر في بقعه ضوء وتبينه وتقول للناس اهو ده موجود. للاسف الشديد اللي ماليين الاعلام ناس ما عندهمش فكره عن الشعر. يعني يطلع لك واحد يقول لك ده شاعر حلمنتيشي، وهو حتى كلمه حلمنتيشي هو مش عارفها، لانه كمان الشعر يعني الحلمنتيشي ده ليه اسس، وليه الشعر الحلمنتيشي ده نوع من انواع الشعر اللي هو مصري.
براءه اختراع مصريه من ايام واحد اسمه كان محمد ابن سودون، ده كان في العصر المملوكي يمكن كمان من 800 900 سنه يعني كان موجود. الراجل ده كان بيكتب شعر كان بيفصح العاميه، كان بينطق العاميه معربه كانها فصحى، يعني اي كلمه عاميه ينطقها بشكلها العامي بس ينونها يحط يخليها مرفوعه او مصروفه. وبعدين كان بيقدم به كان بيقدم الشعر بشكل ساخر، كان بيتكلم في السياسه بس بشكل ساخر بحيث انه ما حدش يقدر يمسك عليه يلبسه قضيه، يعني لانه طبعا ايام فاكر المثل اللي بيقول لك اخر خدمه الغز علقه. أيوه. الغز دول كانوا كانوا الغز دول كانوا مجموعه من المماليك، فكان اللي بيخدمهم يعني يخدمه وبعد كده ياخد علقه الايجار بتاعه. طب لا خلينا بقى علشان حضرتك قلت احنا مشكله ان عندنا ما عندناش ثقافه، ما عندناش متخصصين. وانا شايفه او يعني ما اعرفش طبعا يعني انا مش المفروض ان انا ابقى دارس للشعر وعلشان اتذوقه، فاحنا بنحاول ننشر ده فنسمع. أيوة. ما يستحق البقاء. وحضرتك تسمعنا بقى حاجه مما يستحق البقاء. والله ماشي، هي طبعا الشعر لازم يكون اصلا يعني قضايا تكون في المقام الاول تمس الناس، ودي مسؤوليه المبدع. يعني زي ما انا بلقي اللوم في ناحيه على المتلقي انه مش مثقف، طبعا شرائح من المثقفين من الناس مش مثقفه بالشعر، لكن في جزء تاني مسؤوليه بيتحملها المبدع. بس يتذوق يعني ممكن ما يبقاش مثقف عشان ما تتاخدش كلمه على عمومها، بس هيتذوق ايه بقى؟ ثقافه في الشعر لو ما لقاش نفسه، لو ما لقاش نفسه في الشعر او في الفن عموما هيرفضه، لانه الجزء ده مسؤوليته على المبدع بقى انه يتكلم عن حاجه تخص الناس، مش يتكلم عن مسؤوليتنا ان احنا ننشره فالناس تسمع. أيوة. عايزين نسمع بقى. طيب انا عندي قصيده يعني هقولها لاول مره في الاعلام، هي قصيده اسمها الأخرى. وقصيدة الأخرى دي يعني إيه اللي هي مشكلة منتصف العمر، أزمة منتصف العمر لما بتكون في امرأة أخرى يعني غير طيب ده متورط في الياسمين. اتفضل. هو شكلك أنت اللي هتورطيني يعني. اتفضل يا دكتور. هي القصيدة اسمها الأخرى. بتقول: لا أنت أخطأت الطريق ولا أنا، كان الضباب أمامنا ووراءنا، فلنفترق متعانقين كأننا متأولان تحاربا وتهادنا. سمي وجيعتنا شريكا ثالثا ودعي لكل أن يعود بما جنى. لا تقرأي عيني، إن يمامة ستفر من صدري لتذبح بيننا. أو تنزعي عينيك مني فجأة حتى أموت بها مماتا لينا. سمي وأنت تودعين، ولقني قلب الشهادة واتركيني مسخنا. الآن تستدعيك كل جوارحي، فأخال أنك أنني لا أننا. ستمر موسيقى البكاء على فمي صمتا كجرح قد أحب الطاعنا. كنا على كف الوداع وخوفنا قلب يدق وراء ثنية منحنى. خلفي وخلفك ما يشد ثيابنا، فإذا نظرت هناك قيل ارجع هنا. والدمع أسرف في التردد فانزوى خوف الوسائد أن تحس فتعلنا. للشاطئان عليهما إثم ولا بالدمع ذنب إن تردد وانثنى. تلك العصافير التي أسكنتها صدري تخاف أهد ذاك المسكنا. الحبل أضعف من صغير كلما هتف انحنى في القلب عندي منحنى. من وردة بيضاء ما جرحت يدي بالشوك أو ظنت فؤادي أو ظنت محالي ممكنا. لكن ما لكن إلا طعنة خلف الكلام أتت لتهدم ما بنى. نأتي بها بعد الجراح لعلها تغدو على أثر الحروق مسكنا. إني فتحت على السكوت قصائدي فبكينني وبكينها وبكيننا. وبكيننا، يا نهار ابيض. انا مش هتدخل عشان ما اخربش بيوت بقى. اشوفكم بكره ان شاء الله. مفيش كلام بعد الشعر. لسه ما خربتيش. دكتور علاء جانب الشعر واستاذ النقد، مفيش كلام يتقال بعد الشعر. جزيل الشكر طبعا دكتور علاء جانب الشعر واستاذ الادب والنقد. نشوفكم بكره ان شاء الله.